مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. الملاكم الهولندي ريكو يدعم المنتخب الوطني المغربي ضد فرنسا ويفاجئ الجميع بما قاله. أعلن الهولندي ريكو فيرهوفن بطل العالم في رياضة الكيك بوكسين الاحترافية دعمه وتشجيعه للمنتخب الوطني المغربي في مباراته المرتقبة أمام نظيره المنتخب الفرنسي غدا الأربعاء برسم دور نصف نهائي كأس العالم مونديال قطر. وأبدى الهولندي ريكو فخره بالنتائج التي حققها المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس العالم متمنيا التوفيق للأسود في مباراتهم أمام المنتخب الفرنسي غدا. وقال ريكو في مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام: أنا ريكو، أنا فخور بكم يا رفاق، الناس يقللون من شأنكم ولكن ليس بعد الآن لأننا هنا قريبون جدا. وحتى ريكو المنتخب الوطني المغربي على التركيز في مباراة الغد، حيث قال: التركيز هو الأهم، ركزوا على ما يجب عليكم فعله، لا تشعروا بالراحة لأن المنافسين سيأخذونها منكم. وكما قلت، أنا فخور للغاية لأنكم تتابعون حياتي المهنية لفترة طويلة وتشجعونني وتساندونني، شكرا جزيلا لكم، وأنا أدعمكم الآن، لا يمكنني الانتظار لمقابلتكم يا رفاق، هيا بنا فلنحصل عليها. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.